عيد الأم في غزة، الأمهات حاضرات لكن كل شيء غائب، بما في ذلك أي معنى للحياة أو العيد؟ كل عام بخير، رمضان كريم، الله أول شيء كرم. إحنا كنا بحياة حلوة وكنا بحياة طبيعية وكنا نطبخ على الغاز وكنا كل إشي يعني متمنينه في غزة ملاقينه، بس الآن هكذا إشي خضرة مش ملاقينها، يعني كيف الخضرة غالية، المعيشة غالية. إحنا أجينا مهربنا من كيش الاحتلال لما قالنا نطلعوا بالمكان الآمن، فيش أمان، الأمان عند الله. الخبط لحقنا وكل إشي لحقنا والظلم لحقنا، ويعني الله نجانا من تحت الأنقاض، يعني وقعوا دارنا علينا ومش عارفين إيش بصير فينا. ويا خالتي الوضع صعب يا خالتي، ولا ما عارفين اليوم من بكرة، حد الله ما احنا عارفين من الوضع، وخوف ورعب، معي قصف يقصوا يمين وشمال يهود، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل عليهم. واليوم بصادف عيد الأم وهو في حرب موجود في غزة، وانتم كلكم عارفين هذا الكلام، وأنا عن جد بدي أبكي وعيط، لأنه لا موجود لا عندي ابني ولا بنتي ولا حدا عندي موجودين، ابني مسافر برا وبنتي مش موجودة، وكلنا يعني أنا مش عارفة إيش أقول، معاناة بمعاناة بمعاناة. إحنا يعني وصلنا لدرجة إنه إحنا صار عنا اكتئاب، صار عنا إحباط، صار عنا معاناة كبيرة كتير جدا مش قادرين نوصف لكم إياها. بس رغم كل هذا إحنا صامدين وصبرين والحمد لله رب العالمين على هذا الحال. جالت كاميرا إيرم نيوز في مخيمات الغزيين وما تبقى من محال القطاع النازف، التقت عدداً من النساء والشابات على مبدأ فحواه بأن كل أنثى أم حتى ولو لم تكن كذلك. هاي اليوم يعني بيحكوا عيد الأم مش حاسين فيه طبعاً، لا عيد أم ولا حاسين حتى في رمضان، صايمين بس هيك لربنا، يعني إنه أجواء رمضان مش حاسين فيها، طول نهارنا بنطارد وبنجري وفي هالخيمة وبنجري على الرمل، أكلنا على الرمل، كل حياتنا صارت رمل ووسخ وفيش نظافة بالمرة عنا، قد ما بدنا نحاول نعمل نظافة أبداً. يعني إنه أشوف أمي أحكي لك كل عام وأنت بخير، مناسبة عيد الأم زي كل عيد أم، نجيب لها هدية بسيطة، تعملنا كيكة، نبسط معها، ما فيش هذه الأجواء، كلها راحت. عايشين هنا كنا صرنا مستوى واحد تحت الصفر، كل نساء غزة صارت تحت الصفر، مش ولا واحدة قادرة تلبي طلبات أطفالها، طلبات زوجها، مش قادرة أبداً. يعني بنقضيها كل دقيقة شغل ورا بعض ورا بعض، لأنه قاعدين في خيمة رمل وسخ، غير الكلاب اللي بتيجي في الليل والبسس. يعني يا ريت نقدر نرجع لدورنا اللي أساساً مش موجودة. امرأة غزاوية بنعيش بوضع صعب كتير الآن. اليوم يوم الأم، هو المفروض يوم الأم يكون يوم سعادة لجميع الأمهات، بس هو كان يوم نكد وهم لأغلب الأمهات اللي فقدت ابنها، اللي فقدت أخوها، اللي فقدت زوجها. فالشعب الفلسطيني والإمرأة الغزاوية بشكل عام بتعيش وضع كتير صعب، بنعاني معاناة الله بيعلم فيها، يعني فيش راحة وفيش استقلال، عايشين تحت القصف والبرد والشتاء. واليوم هذا كان نفسنا في يوم الأم كان نفسنا نحتفل فيه في أجواء أحسن من الأجواء هذه. في رمضان خجل الجوع من أهالي غزة، لكن لا حول له ولا قوة مع حصار أثقل كاهل السكان وأتعب صغارهم الموتى روحاً، لكنهم مصرين دائماً على الحياة وسرقة الابتسامة من رحم الألم. معكم أملو ريم